مرحبا بكم مرة أخرى في من تونس. ضيوف أمين محفوظ أستاذ في القانون الدستوري، وسام سعيدي قيادي بنيدا تونس، وعبد العزيز مزوغي محامي ونشط سياسي وكان نشط سياسي سابقا في نيدا تونس أيضا، طارق كحلاوي قيادي بحركة تونس الإرادة، أحمد سويب قاضي سابق بالمحكمة الإدارية. نحكيوا على النظام السياسي اليوم في تونس، مطالب بتغييره، وأيضا هناك اتهامات بالانحراف بالنظام السياسي. التقرير هذا وبعد نرجع نحكيوا في الموضوع. رئيس البلجي قيد السبسي منذ توليه السلطة في 2014 صرح عديد المرات أن النظام السياسي واللي أفرز دستور البلاد وأقر المجلس التأسيسي هو نظام شاذ، وأنه حان الوقت لتقييم المنظومة هذه ومحاولة تداركها. لكن ما منعنيش باش نجي نقول كيف ما غيري رأوا فما هينات في النظام الدستوري. رئيس حزب حركة تونس الإرادة محمد المنصف المرزوقي في تصريح ليه أكد أن الفصل 131 من الباب السابع للسلطة المحلية، أن السلطة المحلية تقوم على مركزية. يا جهال، تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم. يا جهال من أقاليم يقول لكم الدستور. يا جهال، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم ينقضه القانون. وفي حديثه عن مبادرة الرئيس الجمهورية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية صرح أن الديمقراطية اليوم في تونس ما زالت تحت تأثير عقلية الحاكم المطلق. ما زال رئيس الجمهورية يتصرف بعقلية الحاكم المطلق. أولا، المبادرة منين خرجت؟ من رئيس الجمهورية. شبه ما جاتش من الائتلاف الحاكم، شبه ما جاتش منك. هذا واتهمت سامي عبو عن التيار الديمقراطي نداء تونس بمحاولته تغيير نظام الحكم والانحراف بها، وانه التغيير كان اوله من وثيقة قرطاج. ما جاش يقول نحب يغير ماذا؟ هو يعيش فيه نظام، يعني احنا عندنا في نظام رئاسوي، احنا الحكومه تغيرت في قرطاج، احنا البرنامج نتاعنا وثيقه قرطاج ونقولوها متى او تفوا، احنا الوزراء والمعتمدين والولاد والكل يتعينوا تحت السيد باجي قاسمسي والابن. في نفس السياق، منظمة أنا يقظ من خلال تقرير أصدرته قالت إنه رئيس الجمهورية ما احترمش أصوات الناخبين اللي اختار برنامجه الانتخابي في 2014 وتم استبداله أيضا بوثيقة كارتاج. عدنان منصر صرح إنه يوسف الشاهد يواجه الصراع اللي يخوضه ضده دوائر رئاسة الجمهورية وأروقة الحزب الأغلبي، لكن مستشار الرئيس نور الدين بنتيشة قال إنه الرئيس من خلال ما خولت له وثيقة كارتاج قاعد يجمع في شمل كل التونسيين ويحث الحكومة ويوريها في طريقها، وإنه يوسف الشاهد هو رئيس حكومة بقرار الباجي. يوسف الشاهد رئيس حكومة اليوم بإرادة رئيس الجمهورية صاحب القصر. ومن جهة أخرى، محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس وبعد أن أعلن البارح انسحاب حزبه رسمياً من وثيقة قرطاج دعا لضرورة تصحيح المسار ووضع خط جديد ورؤية تنفيذية واضحة مناقشة الإصلاحات اللي يلزم اتخاذها على مستويات النظام السياسي والانتخابي. احنا نعتقد ان البلاد محتاجه الى تغيير وجهه سياسيه واقتصاديه ومسار جديد. عديد التساؤلات التي اثارها النظام السياسي الحالي في تونس بين مؤيدين ليها ومعارضين. النظام السياسي في تونس وتقعدوا تتبعوا فيها، ثم بعد نحاول نفسروا شويه، ممكن الناس اللي نسيت شويه نسيت الدستور وما تبعش، مش كل الناس كل تبع باش تعرفونا فاش قاعدين نحكيوا. ثم بعد شويه نحاولوا نفسروا شنو بسهوله شنو النظام السياسي في تونس على الاقل على مستوى الدستور. تفضل سي وسام. بلا سي بكر، ما نطولش عليك في حاجه. شوف بكر، كنا ناس متوا في شتم للتوانسة بشكل كبير، كما حتى في البلاتو راهو يا جهال اللي بيكم عليكم، حتى في البلاتو من بكري وقت نحكيه على انه وزير والله يهبط راهو التوانسة، معناها صورنا، تعرف التوانسة صورناها طماعة، صورنا التوانسة معناها متسلقين للسلطة، صورنا التوانسة جهال. هذا توش قاعد يدور راهو في البلاتو، في حين انا نحترم كان التوانسة ونعتبر انه التوانسة هما اللي عملوه بعد 14 جانفي بهم وبالنخب السياسي متاعها، هي معجزه بكل المقاييس، وبالتالي ماذا بينا شويه احترام للتوانسه. سواء هذا تعليق على كلمه يا جهال اللي قالها رئيس الجمهوريه السابق سي محمد مش مره ما تقولوهاش. طارق انت
قلت ما نقولوهاش. لا هو ما يقولهاش. انا سطرت عليها باش نخليها لك في لا هو كان في اجتماع داخلي هذاك الخطاب هذاك يعني لقواعد الحزب ورغم ذاك لا انتم يعني هبطوه على الصفحه نتاعكم ما كنتش تذكرين فيه داخلي يعني داخل في القيروان هما ما يقولوش لانه شبعنا سي نصف كلمتين وما يتعلقش اونتر بارونتيز ما يتعلقش بالتوانسه تعرف اكبر شتيمه للتوانسه شنو هي وسام هو انك تمارس عمليه تضليل التوانسه وتعتبر التوانسه ولاد صغار وتتخيل روحك باش تعديها عليهم وتتحايل عليهم وتمشي لهم بحزمه نتاع اوهام في 2014 وتعمل عمليه تحايل وتقول يا اما انا يا اما النهضه ومن بعد تمشي تحالف مع النهضه التحايل زاده هو انك تجي للدستور تقول به انا قبلت به وساهمت به وعندي فيه دور وعندي دور في نوبل ومن بعد تقول لا انا شطر وهذا ما عجبنيش وفيه هينات وعندي مشكله مع الهيئات الدستوريه وغيرها من المسائل هذيك اكبر شتم للتوانسه الشتم الفعلي للتوانسه على مستوى الممارسه التحايل الحقيقي مش على مستوى الكلام التحايل الحقيقي على مستوى الكلام فانه باجي طيب الحاجات اللي عملها يعطيك على مستوى التحايل يعطيك ثلاثه مقاعد في مجلس النواب وتوصل نسبة 40% بأصوات حركة غير ما نذكر من غير ما نعاود من غير ما نعاود الحاجات اللي قالها على مستوى فتوات وعلى مستوى للصحفيين وغيرها من المسائل حجمك الانتخابي ثلاثة أصوات في مجلس النواب ثلاثة مقاعد في مجلس النواب يا عبد العزيز حجمه الانتخابي كذا مقاعد في مجلس النواب اكبر عمليه تحيل عملتوها انتم بالترشح للرئاسه رشحت للرئاسه مش باصواتك وما انعكسش هذا انت جبت كذا مقاعد كذا مقاعد اسمح لي وسام كذا مقاعد وسام شفت ارجع لك كذا مقاعد وسام التحيل ما صوتولوش سي طارق اسمح لي وسام اعطينا بالله الكلمه اسمح لي تو نجيك من بعد هاني جايك من بعد باش تحكيوا على النظام السياسي مش على التحيل اليوم نحكيوا على النظام السياسي شويه تسيب النظام السياسي عمليه التحيل كبرى صارت 2014 مش من يمين محفوظ من عندكم لحظة سي وسام سي أمين محفوظ اليوم النظام السياسي في تونس هل أثبت أنه في حدود؟ ليه؟ كما قلت لك أنا أو عنده حدود أو وصل حدوده معناها اليوم وأظهر أنه فيه مواطن فشل ساعة كما قلت لك من حيث المبدأ المراجعة ما تطرح حتى أي إشكال هذا أولا ثانيا كيف نقولوا النظام السياسي إذا نقصد به العلاقة بين السلطات هو العلاقة بين السلطات بين الدستور فوالا به أنا كان عندي موقف من قبل ما يولي دستور واللي التو متمسك به أنه اخترنا نظام علاقات بين السلطات معقد مكلف جدا وغير فعال هذه واللي زاد الطين بلة القانون الانتخابي طريقة الاقتراع اللي زاد الطين بلة هو طريقة الاقتراع لأنه راه تنسى الناس اللي طريقة الاقتراع تدخل في تعريف النظام السياسي أنا لو كان تتبدل طريقة الاقتراع هذه تولي طريقة أخرى المشاكل متاع الدستور تتنحى أكثر من ذلك معناه المشهد الحزبي بكله يتبدل خليني أتوا بعد باش نجيو نحكيو عن نظام على طريقة الاقتراع واحد لا أتوجيهم بعد شوي حاب نأكد لك طريقة الاقتراع تدخل في توجيه النظام السياسي في اتجاه وفي آخر به نقعدوا في الدستور في الدستور شنو المطلوب أنت كيف تصير ثورة ضد دستور الدستور جعل من رئيس الدولة هو الذي يهيمن على كافة السلطات معناه الهدف احنا ماشي في بيننا وقتها في إطار المجلس الوطني التأسيسي نمشيو النظام اللي فيه توازن بين السلطات دونك المشكل في ردة الفعل وهو ديما كيجي دستور جديد في الأنظمة الكل تقع ردة فعل على الدستور القديم ردة الفعل كانت ماهيش متوازنة جات السلطة التنفيذية اللي كانت خاصة برئيسها أقوى سلطة في البلاد ضعفتها إلى أبعد الحدود وليت ضعيفة علاش ضعيفة؟ لأنه أولا كيف نحكيه على التوازن بين السلطات هو التوازن بين السلطة التنفيذية السلطة التشريعية والسلطة القضائية شا عملنا احنا؟ جينا للسلطة التنفيذية قسمناها وجينا للسلطة التشريعية خليناها واحدة واحدة السلطة التنفيذية ما عطيناش ان موندا كلير لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة جينا قلنا لهم كل واحد هكا عنده صلاحيات هنا وصلاحيات هنا بيان سور تتقاطع وما تعرفش مي بيان سور مي بيان سور حدود التقاطع كانت تكون النظام السياسي كان يكون اسهل خاطر احنا شنو نبحث احنا نحبوا اللي يحكمنا احنا ننتخبوه هذا هو المشروعيه اما انه عنده سلطه تشريعيه وعنده سلطه تنفيذيه سي نوتر بروبليم هذا موجود في الانظمه الكل لكن اللي باش يحكمنا احنا هما الصندوق هو اللي لازم يطلعوا دونك اللي باش يحكم فينالمون في العمليه المشروعيه هذه في الانتخابات يلزم نعطيوه الاليات الدستوريه اللي تخليه يحكم. اور كيف تقرا الدستور تلقى السلطه التنفيذيه مقسومه
وتلقى مثلا يقول لك رئيس الحكومة هو الذي يضبط السياسة العامة للدولة، اتنسيون يضبط السياسة العامة للدولة، وتجي تنحي الخارجية، الخارجية مش داخلة في السياسة العامة للدولة، ما عندهاش علاقة بالاقتصاد، وتعطيها لرئيس الجمهورية، وتجي رئيس الحكومة تقول له كيف تعين وزير الدفاع وزير الخارجية بالتشاور، اتنسيون بالتشاور مع رئيس الجمهورية. تعرف معناها بالتشاور؟ معناها نجم يعين لكش، نجم يعين لك آلية لحل النزاع. لا لا، وما عندكش آلية لحل النزاع. خليني نكمل وبعد خليني ما تقطعنيش باش تسلسل الأفكار تبدا واضح. وراي تقني غير سياسي. فوالا، دونك أضعفت السلطة التنفيذية وما خليتهاش متوازنة في علاقتها بالسلطة التشريعية. كيفاش ما خليتهاش متوازنة؟ جيت للحكومة ساعة قبل كل شيء، قبل ما تتشكل قلت يلزم تاخذ ثقة من البرلمان. أور البرلمان طريقة الاقتراع، علاش قلت لك ثم علاقة بطريقة الاقتراع؟ باش تلقاه فوسي فوسي مشتت، حتى حزب ما عنده الأغلبية المطلقة. أور في العمل أور في العملية لا عنده تأثير كبير. باش فهمت؟ أي لا، باش خسروا نقاش وحده بعد. كيف تضبط السياسة العامة للدولة يلزمك تكون زعيم حزب سياسي هبط للمعركة الانتخابية، عندك برنامجك، الشعب عطاك الموندا قال لك تفضل، طاب الطول تشمر على ذراعك وتبدا تخدم على روحك. ساسباس كوم سا. اور شنو اللي صار؟ احنا تنشوفوا في الواقع ماهوش زعيم حزب سياسي تعين رئيس حكومه. في المره الاولى تكنوكرات، وفي المره الثانيه موجود في حزب نداء تونس لكن ماهوش الشخصيه اللي عندها ربما حضره برنامج مثلا نداء تونس. اور في التقاليد الديمقراطيه اذا باش تصرف المليارات وباش تمشي العمليه الانتخابيه يلزم يكون اللي باش يفوز، اللي الشعب باش يعطيه الوكاله باش يخدم على روحه، يكون برنامجه حاضر وتعارك معناه عمل المعركه نتاعه ويبدا يخدم على روحه. نكمل لك. دونك جيت رئيس الحكومه عملت له ضبط السياسه العامه للدوله، جيت رئيس الجمهوريه قلت له، ورئيس الجمهوريه اتونسيون منتخب مباشره من الشعب، تعرف ترشحه 27 واموال عموميه والى اخره، وفي الاخر يلقى روحه. هك تشوف حتى في الاجتماع الاخراني قال لك رئيس الجمهوريه اش قال؟ قال قانون الماليه اللي حضرته الحكومه. اوترموندي راني انا مانيش مسؤول. واضح، مانيش مسؤول. اذا سؤال صغير، اش معناها مسؤول على الامن القومي؟ كلمه الامن القومي اللي موجوده في صلاحيات رئيس الجمهوريه يمكن تحميلها كل شيء. اليوم نحكيو على الامن الغذائي والامن الاقتصادي وكل شيء معناها. دونك رئيس الجمهوريه اون فيت ينجم كما قلت انت فما تداخل بين صلاحيات ويمكن تحميل معاني جات في الدستور اللي تحب. دونك هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى في العلاقه مع السلطه التشريعيه نحب ناكد لك اش تلقى؟ تلقى رئيس الحكومه يلزم نيل الثقه من السلطه التشريعيه، مش على برنامجه برك مع الوزراء نتاعو، ويلزم وقت اللي يقوم بالتعديل، وهذا بدا عملوها في النظام الداخلي، يلزم يعاود يرجع يطلب الثقه من البرلمان. البرلمان عنده الحق يسالهم، عنده الحق يعمل تحقيق، عنده الحق في الاخر يعمل لائحه لوب. ايه، وبالمقابل الحكومه ما عندهاش سلاح ضد البرلمان. لا. حتى سلاح. في الانجلتير عندها سلطه واحده هي انها ترتب القوانين. في بريطانيا اولويه النظر. في بريطانيا كيف تقول بالتفويض. خلينا نكمل بالله. كيف تقول رئيس الحكومه يضبط السياسه العامه للدوله، تعرف شكون يحدد جدول الاعمال نتاع مجلس العموم في بريطانيا ولا؟ اللي هو الوزير الاول. علاش؟ باش نقول لك علاش. ولهنا علاش قلت لك احنا ساعات نبداو نتناقشوا في تفاهات. في لونجلتير ما ثماش انكومباتيبيليتي ما بين الحقيبه الوزاريه يعني رئيس الحكومه هو عضو في البرلمان كذلك، والوزراء اعضاء في البرلمان، وثم تداخل، وما همش كيما النظام الفرنسي، خاطر في النظام الفرنسي ثم انكومباتيبيليتي، ما عندكش الحق تكون وزير وتكون نائب. واحنا اخترنا مالوروزمون نختاروا هكا، احنا تعرفش عملنا ركبنا برشا كل شيء بطرف، جبنا من فرنسا حويجه، جبنا من انجلترا حويجه، جبنا برتغال من شويه حويجه، جبنا من وفينالمون وصلنا لهالنظام الهجين هذايا اللي لا خلى رئيس الحكومه، لا رئيس الجمهوريه يحكم، لا خلى رئيس الحكومه يحكم، وبالطبع برلمان ضعيف بالتصويره الفسيفسائيه اللي ما تخليش في نهايه الامر. خلينا نكمل برأي تقني من عند سيدي احمد سويب، ومن بعد باش نرجع نحل نقاش سياسي مشتوى. سيدي احمد، باش نحاول قدر الامكان نكمل المداخله نتاع سي امين، وناكد شرطو للمواطن باش ما يصيرش الخلط اللبس. النظام السياسي عنده مكونات عده كما قال سي امين، قانون الاحزاب، قانون الانتخابات. خلينا في العلاقه بين السلطات، وجزء منه هو الدستور. دونك النظام السياسي اوسع بكثير من الدستور. اثنين، حكايه الدستور
انا متاكد وحتى انا وجميع وقت تقريبا الندوات الكل شاركنا فيها وكان ديما حاضرين. سي فري صار ان بو دو بريكولاج، لكن ولاده تونسي. انا مازلت كي حتى قبيليك رجعت شويه زوز كتب، كتاب عياض بن عاشور ريفوليسيون تير ديزلام، وكتاب براتفير نتاع سلمى مبروك حول الفترات براتفير 2011 2014 لجناز والولاده من داخل البرلمان. اذا ولاده تونسيه ما يدين تونسيا. المشكله توا يقولوا هل ما مراجعة الدستور من عدمه صار الطرح هذايا. أنا ذو اللي سابق برشا لكثير لأواني، سابق بكثير لأوانه لزوز أسباب على الأقل. دابور الماكينة اللي باش تخدم نتاع الدستور فما زوز ماكينات مازالوا ما يخدموش. اللي هي البوفوار لوكال. السلطة المحلية هي باش تدخل راهو في صراعات حتى مع السلطة الجهوية، والجهوية مع الإقليم، والإقليم مع المركز راهو. مازالت جزء من ماكينة ما تخدمش ونحبوا نصلحوا الماكينة. المسألة الثانية يلزم حد أدنى من المعقولية ومن المنطق ومن الوقت باش تشوفوا الماكينه كيفاش تخدم، على خاطر شنو هي النظام السياسي؟ هي ببري سياره. سياره سي فري فما عناصر السيئه وعناصر الثانويه، الضوء والموتور، تصور عندك كل شيء وما عندوش الكوندكتور ما عندوش كرسي، كيفاش في سوق؟ والمشكله مربوطه باللي سوق. وكي تعملهم هذا الكل وكهرباء باهيه، وعندنا كياس، الكياس هي الانفيرونمون. دونك سابق برشا بكثير الحديث على مراجعه النظام السياسي عبر الاليه الدستوريه. فضلا على انه فما حاجه تدقيق، الامن القومي راهو مبين في الدستور، راهو الفصل 77 يحد الامن القومي وهو يتعلق، هذا ايش يقول الدستور مش انا، على خاطر رئيس الجمهوريه على عكس ما راهو في الاعلام راهو دوره ضئيل في الدوله، راهو تتمثل يتولى رئيس الجمهوريه تمثيل الدوله، دونك مساله تمثيليه بروتوكولير كيما رين دونجلتير، ويختص بضبط السياسات العامه مش العامه في المجالين الدفاع والعلاقات الخارجيه والامن القومي، ويعرف سي بو بكر الامن القومي المتمثل بحمايه الدوله والتراب الوطني من التهديدات الخارجيه والداخليه. دونك مش مسيب ما يتمش يتلا بالبطاطا والطماطم وباللحم غلا ولا مغلاشي. دوتون بلوس الفصل 77 نجم نلقاو تعريف تاع بري نتاعش معناها الامن القومي بصفه جانبيه على الاقل نتاع فصل 80 عندما تهدد الدوله. المساله الاخيره هي مراجعه الدستور، راهو الناس يسالوا فيها الفصل 143 تعديل الدستور 144 143 144 يلزموا خمسه مراحل، يلزموا اكثر من عام، خمسه اربع مراحل وجوبيه، من يبادر تصويت اولي المحكمه الدستوريه، ومن بعد يتعدى مره اخرى البرلمان ويمكن اجراء واحد. دونك مساله دقيقه وثقيله جدا اصلاح الدستور سي با فاسيل ادير. طيب خمس نزهه للسياسه، هل تم الانحراف بالنظام السياسي؟ باش نرجعوا له كان تسمحوا من بعد قليل. هذه فقرتنا الاسبوعيه واللي نحكيوا فيها على جزء اخر من تونس اللي ما راهوش برشا اللي موجود عندنا في تونس. فما ناس قاعده تنتج وتبدع وتجيب في ثروات التونس، والناس قاعده تصدر، اللي هي فقره حبينا نسميوها تونس الناجحه. فما تونس الناجحه، نعم هذه موجوده تونس الناجحه. باش ناخذ واحد من الامثله، واحده من المؤسسات التونسيه الناجحه الان، وتجيب حدانا ريم شوشان علميه بعد قليل في من تونس. Vous êtes médecin, avocat ou homme d'affaires. Vous générez des revenus annuels et vous voulez les investir, mais vous payez déjà beaucoup d'impôts. Vous avez pensé à l'épargne en banque ou placer votre argent en bourse ou encore acheter un bien immobilier et pourquoi pas le mettre dans un coffre. Mais tout ça ne vous épargne pas l'impôt. Maxula Gestion vous offre la solution pour optimiser votre gain d'impôt. Souscrire au fonds FCPR Maxula Jasmin et bénéficier de 100% d'abattement fiscal, des plus-values et des dividendes nets d'impôts. Grâce à votre placement, FCPR Maxula Jasmin s'investira dans des projets permettant de promouvoir l'entrepreneuriat, soutenir la croissance des PME et participer à l'effort national de développement. Alors, faites-y part. FCPR Maxula Jasmin, le placement qui profite à tous. مرحبا بكم. إذا باش نحكيو على مؤسسة مشينا عين المكان، مشينا زرناها وتعرفنا عليها وتعرفنا على الأنشطة نتاعها، نتابعوا التقرير هذا وبعد نرجعوا نحكيو مع ضيفتنا. هذه قصة أخرى للنجاح في تونس، وباش نشوفوا حاجات أنا بيدي ما كنتش نتصور تتصنع في تونس. هذه تونس الناجحة. عادل الهمامي بعد ما كان مستشار وأستاذ في علوم المواد المركبة في عدة دول أجنبية كيما كندا والسويد، قرر في 2005 يرجع لبلاده ويحل مشروع. 2005 قررت مش ندخل تونس، وكانت الفكرة
يعني نكون بعت مشروع في اختصاصي. تمتعت بالامتيازات متاع اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، يعني ليجان بروموتور ولا كومبانيمون دافو برودي دي سيكار. المشروع انطلق على أساس يعني سور اون ايدي سامبل، اللي نحن اون ديسبوز دون مان دوفر كاليفي ونا ان افونتاج كونكورونسيال او نيفو دو دي كو دو برودكسيون. دونك وانا جو كوني لي ميتي، دونك c'était معناها présenter la Tunisie comme une source d'approvisionnement كما نقولوا best cost مش low cost. بالرغم اللي الشركة هذه تصنف ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن منتوجاتها موجهة للتصدير، وهي من أهم المزودين لعديد من الشركات الكبيرة الأوروبية. نذكر منها زودياك نوتيك لصناعة الزوارق الترفيهية، أولوت لرفعات المنصات وهي شركة أوروبية رائدة في المجال هذا، أجزام التجافي الفرنسي وهو من أسرع القطارات في فرنسا، غلوتون هو حليف بلجيكي لصناعة المكنسات الإلكترونية اللي يستعملوها في المطارات، سوليوشن كومبوزيت تصنع هيكل السيارة التونسية وليسكارز وتتوقع تصنع قرابة 100 هيكل في 2018. C'est une voiture totalement en matériaux composites. C'est constitué de gel coat, résine ou fibre de verre. بالنسبة للفيبر دو فير، c'est à peu près 35% من البوان تاع البيسة. وبكفاءات 100% تونسية، سوليوشن كومبوزيت تصنع قوارب ترفيهية وتتميز بالتوازن في وسط البحر، السرعة، الاقتصاد في استهلاك الوقود. باتو الكاني 550 اللي هو ان باتو توتالمون كونسو و برودوي بار سوليوشن كومبوزيت. دونك سي ان باتو دونك معنا منه برشا في 2017 و 2016. بريم تاعو زاد ان بري ريزونابل، مام بيدجي دو لوازير بالنسبة للي فامي. بالنسبة ل 2018 دونك فما بوسيبيليتي باش نصدروه للجزائر. اليوم المصنع هذا قادر يصنع حتى قوارب البحرية والحماية ذات التقنيات المتقدمة وحسب طلب الحليف. 2014 سوليوشن كومبوزيت قامت بخطوة هامة خليتها تتطور. ليدي سي دو ديفلوبي سون بروبر برودوي بروبر. وهنا جات لاكومبانيمون من طرف يعني ماكتولا ولا تي دي سي 4 كي اون كريو بروجي. قالوا نحن اون فوز اكومباني بور فرانشير سو نوفو ليفي دو كرواسونس. Donc, d'accord, on a en 2014 pour lancer notre produit propre qui sont les plans vasques en fibre de verre. المنتوجات هذه يتم تصديرها لعديد الدول الأوروبية وأهمها فرنسا، ويستعملوها في ديار التقاعد، المدارس ومباني الخدمات ككل. Avec le lancement de cette gamme de produits, on a connu durant ces trois dernières années une croissance de 30%. عادل الهمامي صاحب مؤسسة سوليوشن كومبوزيت، كيفاش نجح؟ ما فماش ان كلاميتي يقول انا جو سوي معناها ديبلومي جي با تروفي دومبلوا كي معناها كي سيزمو كي سبيسيفيك ما فورماسيون خاطر انا عشان عملت فورماسيون في دومين ما قيتش نو جو دو افوار اون فليكسيبيليتي جو دو افوار لا كاباسيتي دو مادابتي. في المعمل قابلنا مهدي سعد 39 سنه، حاصل على الاستاذيه في العلوم الفيزيائيه، بعد عامين من البطاله يلقى فرصته في سوليوشن كومبوزيت يتعلم معاها ويكبر معاها، وحتى كيف جاته فرصه باش يرجع للتعليم رفض. نشجع على الناس المتخرجين انهم ما يبقاوش حابسين والقطاع الخاسره ويشغل وتنجم تلقى فرصه انك تنجح كيما نجحت ناتنا نجم ينجح غير. اوني سي بور فو دوني فوتر شونس، اوني سي بور بريباري لا ريليف، سي افو دو بروندر فوتر شونس. المصنع هذا نموذج بدا بسيط لكن اليوم يحقق في اشعاع عالمي، ومنتوجاته مطلوبه في اكثر من دوله بفضل كفاءات 100% تونسيه. نحيوهم سوليوشن كومبوزيت المصنع هذا، وحاجه باهيه برشا وباهي نقاش 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 وبعد نجيبوا مؤسسه ناجحه نخرجوا على الموضوع تماما. هذه تونس الاخرى راهي اللي تدبي اللي تقوم الصباح بكري وتروح في الليل مخر وهي تمشي تخدم، نقولوا نحن بلغتنا بالدارجه التونسيه اللي تمشي تندب على ساعدها باش تجيب الخبزه. هذه تونس الباهيه وهذه تونس اللي حبوها، حتى تونس هذه زاد باهي اللي فيها الاختلاف وفيها النقاش. نرحب بحذايا بريم شوشان علميه عسلامه، انت مسؤوله على التسويق في ماكسولا. مرحبا. مرحبا بك وبكافه المشاهدين. قبل خلينا نقول حاجه، ما يسالش اللي انت كنت بطله، كنت بطله تونس في التنس. صحيح. اي باهي مرحبا. عسلامه. مرحبا بك ريم. دونك انت بحذانا اليوم باش نحكيو على شنو؟ اليوم جينا بحذاكم باش نزيدوا نعرفوا اكثر صندوق الاستثمار لف سي بي ار ماكسولا جاسمان، واليوم في تواصل لتقديم الصندوق باش نركزوا على الامتيازات الجبائيه اللي توصل ل 100% من الضريبة على الدخل حسب ما جاء بها قانون الاستثمار أعداد 2017-8 المؤرخ في 14 فيفري 2017. وكما ذكرنا في الحلقة الفارطة اللي الصندوق مفتوح للجميع، كسوسوا pour les personnes physiques soumises au régime réel
والا بوغ لي بيرسون مورال معناتها الشركات. باش تعطينا امثله؟ اي نحن باش نبسطوا للمشاهدين باش ناخذوا بعض الامثله. باش نبداو بالمثال الاول اللي هو البروفيسيون ليبرال معناتها المهن الحره كيف ما لي ميدسان لي زافوكا لي زيكسبير كونطابل لي اركيتكت. خذينا مثال نتاع صاحب مهنه حره الغوفوني نيت امبوزابل نتاعو في حدود 140 الف دينار معناتها هو توا باش يخلص ضرائب بقيمه 44 الف دينار لو يعمل مساهمه في الصندوق لف سي بي ار ماكسولا جاسما بقيمه 50 الف دينار معناتها باش يعمل غان دامبو بقيمه 17500 لو يعمل مساهمه ب 100 الف دينار باش يعمل اون ايكونومي دامبو بقيمه 34 الف دينار لو عنده الامكانيات اللازمه باش ينجم يحط 140 الف دينار الكل واللي ما عادش يخلص امبو بالكل ويعمل اون ايكونومي صفر معناها صفر ويعمل اون ايكونومي دامبو باش يرجع معناتها 44 الف دينار. اسكو هذا ممكن للشركات؟ صحيح. خذينا هنايا شركه اللي تعمل في بينيفيس نت امبوزابل بقيمه 1 مليون دينار وهي خاضعه لتو دامبوزيسيون بقيمه 25%. نحن هوني جوست ملاحظه انه الشركات اللي خاضعه للضريبه على المرابح كو سوسوا معناتها تو دامبوزيسيون 20% ولا 25% ولا 35% الكلهم ينجموا يساهموا ويتمتعوا بالامتيازات الجبائيه اللي باش نحكيو عليها تا. دونك الشركه هذيا قلنا تعمل في بينيفيس نت امبوزابل ب 1 مليون دينار باش تدفع ضرائب بقيمة 250 ألف دينار لو تعمل مساهمة ب 100 ألف دينار في الصندوق تولي باش تعمل غان دامبو بقيمة 25 ألف دينار لو نفس الشركة تعمل اون سوسكريبسيون ب 500 ألف دينار باش تعمل غان دامبو بقيمة 125 ألف دينار لو عندها المدخرات اللازمة باش تحط 1 مليون دينار ما عادش تدفع امبو بالكل ويرجع لها ال 250 ألف دينار. باه اذا كان فما مثلا موظف في قطاع خاص يخلص مثلا شهريه محترمه وكل اسكو ينجم يدخل بالطبيعه ينجم يدخل. خذينا هوني لو كان تاع ان كادر سوبيريور دو سيكتور بريفي لو ريفوني امبوزابل نتاعو في حدود ال 64000 دينار باش يدفع امبو بقيمه 18000 دينار لو يعمل مساهمه بقيمه 29000 دينار في الصندوق باش يعمل غان دامبو مونسويل معناتها باش تزيد له في شهريته كل شهر قيمة 824 دينار. إذا كان يعمل الاكتتاب توا في شهر جانفي باش تزيد له من شهر جانفي إلى موفى آخر ديسمبر. واضح باهي. وكي يبدا موظف في القطاع العام؟ كي يبدا موظف في القطاع العام أي كيف كيف مثلا لو ريفوني امبوزابل نتاعو 36000 دينار معناتها هو باش يخلص امبو قرابة 8600 دينار 8600 معناتها. إذا كان يعمل مساهمة ب 2000 دينار برك باش يرجع له غان دامبو مونسويل في شهريته 53 دينار كل شهر. باهي لهنا باهي هذا موظف سامي في القطاع العام يكون مدير عام ولا كذا وفما الموظف السامي في القطاع الخاص أما موظف عادي كي سيادتي موظف عادي في القطاع العام ولا الخاص مثال أستاذ ولا مثال الغوفوني امبوزابل نتاعو هو 18000 دينار. باش يدفع امبو بقيمه 3,300,000 لو يعمل مساهمه ب 2000 دينار باش يرجع له كما قلنا قبيله ان غان دامبو مونسويل في شهريته كل شهر 43 دينار. باهي ما نعرفش كان كملنا تقريبا كل الامثله. اي تعادينا على كل الامثله. باهي دونك بور فينير احنا دعوه لكل المؤسسات اللي تحقق في مرابيح باش تاخذ مبلغ من الارباح نتاعها وتستثمره في الصندوق باسم البيرسونيل نتاعها. وهكا تمكنهم معناها اش معناها باسم البيرسونيل تاعها معناها شركه تجي تاخذ جزء من الارباح ربحت مليار تاخذ 100 مليون تصبها في تصبها باش تستثمرها هي في الصندوق باسم البيرسونيل تاعها. شنو يربح؟ هو باش يربح باش يتمكن زياده في الاجر نتاعو كل في السنه هذيا معناتها والعمليه هذيا تنجم تتعاود كل عام. معناها الموظف اللي عنده ولا العام اللي عنده تزادوا شهريته اوتوماتيكمون هو صب 100 مليون باسم الموظفين نتاعو الكل. ايه اكزاكتومون. وهو شنو يربح كمؤسسه؟ وعلاش ما يزيدهاش ديريكتومون للخدام؟ هو باش يربح باش يربح باش يربح في الصندوق. باش دامبو. ايوه بون باش يربح باش دامبو باش ترجع له الفلوس هذيك ترجع له من بعد. ايه ترجع له بالطبيعه. بعد ابارتيغ دو لا سانكيم اني تبدا ترجع له الفلوس نتاعو.
دونك ما خسر حتى شيء، زاد في الشهريه للموظفين والخدمه نتاعو وفلوسه ترجع له تقعد على ذمته على سرجعها بعد خمسة سنوات. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك، يعطيك صحة. ان شاء الله الجمعه الجايه نمشيو مع قصه عايشي. اخرى من قصص التوانسه الناجحه، تونس الناجحه، كل تونس اللي تخدم. نرجعوا للدبا نتاعنا، النظام السياسي، خلينا نفهموا شويه. نشكرك برشا ساعه ريم، بارك الله فيك، كنت موجوده بحضنا. ريم شوشان علميا، انت المسؤوله على التسويق في شركه ماكسولا. خلينا نفسروا شويه بالبي او تي، كيفاش هالنظام السياسي هذا ولا العلاقه بين السلطات. النظام السياسي الحالي في تونس هو نظام مزدوج، كما نجمو نسميوه شبه برلماني، بما أنه يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، ويقوم على توزيع الصلاحيات بين رئيسي الحكومة والجمهورية ويحقق التوازن بين السلطات، إلا أنه يبقى فيه ثقل داخل الحكومة رغم أنه يشترك فيه رئيسي السلطة التنفيذية في تسيير شؤون البلاد. صلاحيات مجلس نواب الشعب. مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية في البلاد، يصادق على القوانين، يمنح الثقة للحكومة ويسحبها منها ويراقب عملها، يوجه لائحة لوم ضد الحكومة، يقوم النواب بضبط النظام الداخلي المجلس ويصادقوا عليه. صلاحيات رئيس الحكومة، يضبط السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها، يضبط جدول أعمال مجلس الوزراء، أحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابة الدولة ويضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، أحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية ويضبط اختصاصها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، إقالة عضو أو أعضاء من الحكومة والبت في استقالته بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزيري الخارجية أو الدفاع، إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية، تأشير القرارات الترتيبية. صلاحيات رئيس الجمهورية، يرأس وجوباً مجلس الوزراء في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، يضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، يعلن الحرب والسلم بعد موافقة ثلاثة أخماس مجلس نواب الشعب، حل مجلس نواب الشعب في الحالات القصوى اللي نص عليها القانون، والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوم وأقصى 90 يوم، يكلف مرشح ولا الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب تكوين الحكومة. بين يقول أنه اليوم منزلنا ما استكملناش المنظومة الدستورية اليوم في تونس، مازال بكري أن نحكيه على تغيير النظام السياسي ومازلنا ما جربناهش كاملا. وبين يقول أنه هذا رأي، ونحكي على جزء آراء تقنية، سيمين محفوظ أستاذ قانون دستوري يقول راهو هذا ساعة معناها عادي لو نحكي اليوم تنقيح الدستور. اثنين، أنه هو يقول أنه أنا كنت مختلف أصلاً، وأنه اليوم عملنا نظام هجين، مش معناها ماخذين من كل بلاد طرف، وعملنا نظام اللي ما ينجمش من كل يوم يصلح بتونس ولا ينجم يمشي تونس. سي طارق الكحلاوي، أنتم بالنسبة لكم الدستور هذاك اللي خرجتوا به في 2014 هذاك الإنجاز تعتبروا إنجاز تاريخي، دونك لا مساس من الدستور وكما قال سيونس مرزوق يا جهاء. لا، مش لمساس، هو يعني هو الدستور، يعني فما مجال داخل الدستور لتعديل الدستور، موجود الشيء هذا، يعني اللي كتبوا الدستور عملوا حساب للمسألة هذه. لكن اللي نحكيه عليه نحن، نحترم الأساتذة يعني سيد أحمد وسي أمين، هذا نقاش تقني مشروع موجود، يعني فما زوج وجهات نظر، لكن نحن نتحدثوا على مسألة أخرى، نتحدثوا عن نقاش سياسي. يعني وعلاش ولينا نحكيو نحن على الموضوع هذا؟ لخاطر السيد رئيس الجمهورية سي الباجي قايد السبسي غزر، قال ما أنا مش عاجبني الدستور هذا، الآية الدستورية عندي معها مشكلة. النظام السياسي حزب نداء تونس صرح بشكل رسمي أكثر من مرة اللي يلزم يتعدل، يلزم يتبدل، وصلنا سمعنا حديث من نوع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ناتجة عن النظام السياسي وناتجة عن الدستور. يعني كلام كيف منها كي يمس معناها حدود اللا معقول، يعني ولينا نحكيه في حاجات ما عندها حتى معنى. أنا رأى المشكلة الرئيسية القائمة الآن مش في البنية الموجودة في الدستور في النظام السياسي، بل في الأطراف الموجودة على مستوى عملي وعلى مستوى السلطة. مش نحن نقولوا اللي فما مشكلة رأوا على المستوى هذا، مش نحن نقولوا اللي الأطراف الموجودة في السلطة قاعدة تهدد في الدستور وقاعدة تهدد في النظام السياسي وقاعدة تهدد في المكتسبات اللي حقناها بعد الثورة. اخر تقرير عملته الانترناشنال كرايسيس جروب، مجموعه الازمات الدوليه، عنده اسبوع التالي، يعني هذا مركز بحث دولي فيه مجموعه من اهم الخبراء في المسائل الامنيه والمسائل السياسيه. ريفيرنس يعني هذا؟ نعم، ريفيرنس طبعا، الانترناشنال كرايسيس جروب من اهم مراكز البحث في العالم، شو ريفيرنس، يعني خرج الجمعه التالي
تقرير طويل عريض حول تهديد أنه الناس الموجودة في السلطة توا تهدد في النظام السياسي وتهدد في المكتسبات اللي عنا توا على مستوى الدستور واللي حققناها وتوازن السلطات، وأنه المشكلة الموجودة مش مشاكل موجودة في الدستور، فما ديريف نتاع أوتوريتير موجودة في العقلية نتاع الناس اللي موجودة في السلطة. سي الباجي قائد سبسي مشكلته هو أنه ماهوش مسيطر على كل شيء من الآ إلى الآخر نقطة في السلطة التنفيذية، ومعروف الصراع بينه هو والشخص اللي عينه. ويعني وانا نتسائل تو سي الباجي قائد سبسي يقول ما عندوش حتى السلطه ويحمو ناقص وسلطات شنو ناقص باش يعين سي الباجي قائد سبسي؟ ناقص كان باش يعين شويش في الادارات، يعني يعين في كل المراتب وكل المستويات، وجماعه اللي في الرئاسه قاعدين يتدخلوا في جميع المستويات في التعيينات. يعني وانا داير نتسائل حول الدور اللي لعبوه في التعيين الاخراني لاحد المديرين العامين للديوان هذايا نتاع الاسره والعمران البشري، يعني فما اشكاليه نتسائل حول الموضوع هذايا، حول تدخلهم في التعيينات على مستوى السلطه على مستوى الاداره. يعني ابن الرئيس هو نفسه زاد يساهم في التعيينات، يعني هالتدخلات هذه تطرح عديد الاشكالات بالنسبه لنا. يعني المشكله مش في النظام السياسي، المشكله في عقليه في تطبيق في تطبيق النظام ودورها لو تعتبر صار انحراف، صار انحراف بالنظام السياسي، صاير توجه نحو الانحراف. سي عبد العزيز، والله كان الاجدر في الخطاب هذا انه الدستور المشكله مش في الدستور، حقه على الدستور 59، لانه اذا كان احنا تبنات الفلسفه الدستوريه بتاعنا على غلط في التحليل ومغالطه، فما ناس عن حسن نيه وفما ناس عن سوء نيه، لانه السبب الرئاسويه ماهوش الدستور، هو المحيط كما قال لك بتاع الدستور 59. دستور معناها الحزب الواحد، الحزب الواحد اللي تخلق بعد الاستقلال بشويه بعد ما جات الفتنه اليوسفيه، جاء قال لهم، هو جاء في المحكمه قال لهم، جاء الواحد يوسفي زي علي زليتني ولا شكون اللي في المحكمه قال له اسمه بللونه، قال له خويا برا اعمل حزب على روحك، ما حبوش، فما عقليه هذا حزب نحبوا فكوه، قالوا برا اعمل حزب، كانت كونت زوز احزاب ولا ثلاثه ما تقعش، لانه انعدام التعدديه هو اللي وصلنا لهذه، هذه الاولى. ثاني حاجه القضاء على كل المعارضات، فما معارضات قضت على نفسها، سي صالح بن يوسف سافر وخرج لبرا مشى على روحه، وفما معارضه الشيوعيه، الحزب الشيوعي عام 63 ولا كذا نحاوه، دونك فما جو كامل سياسي كبير، ولو وانا ناكد اللي حتى المجلس التاسيسي، المجلس التاسيسي اللي تعمل له راهو البي صح في المجلس التاسيسي باش يعمل دستور للمملكة التونسية، هم عملوا انقلاب على المملكة التونسية، الوقت كانت عندهم القوة والجبارة السياسية باش عملوا الانقلاب وحتى حد ما كلمهم، فما لأنه لو ديكري اللي تعمل بور لا كونفوكاسيون تاع المجلس التاسيسي مهم الأولاني ما قالش راهو باش نعملوا جمهورية، راهو أعطى دستور لمملكتنا سلمين باش نرجع لتونس اليوم ما نجمهمش نعلن. دونك يوريك اللي ساعة احنا شو عملنا؟ احنا ساعة كما قال وهذه أصاب فيها، فما الحاجات اللي يصيب فيهم سي نجيب الشابي يقولوا حقنا عملنا الانتخابات حسب دستور 59 في أجاله، راي ولات فما إن كونتينيتي كونستيتيوشنال وما صار حتى شيء، وبرتو شنو اللي صار بعد 8 شهور؟ كان عملنا انتخاب بات في ظروف معناها لا أراك الله مكروه، وكانت الانتخابات يولي فما رئيس جمهورية وبعد نولي ونناقشوا في المسائل الدستورية. ثم الخيار اللي عملناه باش نعملوا مجلس تأسيسي أصعب خيار، لأنه هو كان وقت اللي المنصف المرزوقي كان بعقله هكا ومعقول، قال نعملوا دستور ومن بعد نعرضوه على الاستفتاء الشعبي، يعمل هيئة بتاع ناس تكتب الدستور ومن بعد تعرضوا على الاستفتاء الشعبي. توا عملنا دستور وما عرضناهش على الاستفتاء الشعبي. يعني المنصف المرزوقي وقت كان في مجلس النواب قال الدستور والثوره واحتراما للثوره وخطاب باهي فهمني، لكن ما طبقوش بعد. هذه هي المساله. المساله هي انه دخلنا في زنقه، ثم عملنا حاجه اخرى اخطر من هذه. عملنا القانون الانتخابي قبل الدستور. وثم وقت عملنا الدستور ما رجعناش القانون الانتخابي. والناس اللي عملوا القانون الانتخابي هي ما نحبش نقول ده جهله، قال لك ما تقولوش جهل. الناس هيئه بن عاشور فيها ناس لهم سياسيين
بن عاشور بيدو ماهوش سياسي، والزمره اللي معاه من القانونجيه كلهم ولا واحد سياسي، والناس اللي حاضرين انا كنت حاضر فيها 71 ساعه ساعه سيد شفيق صرصار بعد ما يناقشوا ويتحدثوا كذا مناقشات معناها لا علاقه لها، يقول بالله باش نعمل لكم درس نتاع كور كونستيتيوشنال. اذا كان واحد مش فاهم الاقتراعات ومش فاهم طرق الاقتراع وكذا ما ينجمش يكون هذا. ارجع لي هل اليوم في النظام التطبيق اليوم تاع الدستور فما انحراف ولا في جمله؟ انا واحد من الناس، شوف انا واحد من الناس رغم المؤاخذات عندي على النظام السياسي نقول يا خويا خليه هكاك، لكن لابد بسرعه و اون توت يورجانس تغيير النظام الانتخابي. انا جايك للنظام الانتخابي، خاطر شوف فما تغيير النظام الانتخابي ربما باش يعطي للدستور. خلينا ناخذ كلمه من عند وسام سعيد ومن بعد نمر للنظام الانتخابي اللي ماشيين له في البلديات زاد كيف تقريبا زدناها نقطه واحده اللي هي العتبه. وسام سعيد، هو مش كلمه تدخل، يتفضل كلمه تستعمل تدخل. شوف مساله التقييم راهي ماهيش كفر وليست كفرا بواحا، وعندكم علاقه برشا كبيره بالمصطلحات هذه. مصطلحات شنو؟ تو نجيكم بلاها من بعد. كفر البواح وذيك الارضيه والقاعده الانتخابيه نتاعكم. مسالش طارق شفت خارج الموضوع، علاش تعمل؟ لحظه يا طارق، دخل كفر بواح شبيني انا ما نتقلقش، ريت انت وين تتكلم بكري. بالنسبه لي العوج نتاع الدنيا الكل قلت وانت وما قطعتكش. مسالش خلينا نكمل. وقت اللي سقطت في 98 في اندونيسيا نظام سوهارتو، أول حاجة عملوها ما عملوش انتخابات رئاسية أو برلمانية، عملوا انتخابات بلدية، لأنه كان الرأي نتاعهم وقتها خوفا من الاستبداد، هات نمشيو مباشرة للديمقراطية المحلية ونمشيو نعملوا الانتخابات البلدية. بعد ثلاثة سنوات في 2001 عملوا تقييم قالوا وناقشوي فشلنا. علاش فشلنا؟ لأنه المعطيات سواء الثقافية اللي عند الشعب الأندونيسي في وقتها أو المعطيات المالية أو المعطيات التي تهم كل الدولة ما هيش كومباتيبل مع السيستم هذاك. اليوم راهو كي نجي ونقولوا تظهر ثم دعوات لتغيير النظام السياسي ما فيهاش حتى كفر. تتبناها أنت؟ عادي لحظة، رأيي الشخصي. رأيك شخصي؟ نتبناه. رأيي الشخصي أنا بيرسونال. لا لا في رأيك شخصي. لا ما تقوليش. لا في رأيك شخصي. أنا ميال، شوف نقول لك حاجة. ميال. أنا الخلل نخزر له فين؟ الخلل أنا نخزر أنه لضرورة أن توجد ثلاث سلطات وأن يوجد توازن بينهما. المشكلة فين في النظام السياسي اللي عندنا في تونس؟ عندنا ثلاثة سلطات لكن كل واحدة فيهم ثم زوز، كل واحدة فيهم تتمتع بوحدة كاملة للسلطة وبتجانس في داخلها، إلا السلطة التنفيذية تم تقسيمها وتجزئتها إلى جزئين. هذا إيش صاير؟ نعطيك حاجة، لو عندنا اليوم إشكالية ورزمو من حسن الحظ أنه ثم التناغم والتجانس بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، راهي ثم مسائل تحل بالتشاور. هي كما يتشاوروا ما يتفقوش نعم، لا توجد في الدستور ولا في المنظومة القانونية آليات لحل هذا النزاع، وهذه نحكي قدام زوز أساتذة نتاع قاضي إداري وأستاذة نتاع قانون دستوري. ثم آليات غدوة كي يبدأ رئيس الجمهورية ورئيس الدولة يلزمهم يتشاوروا في حوايج وما يتفقوش، ما عندكش آلية. شو معناها نعملوا انقلاب الأقوى اللي فيق الصباح بكري هو اللي يعملها؟ هذه ثم إشكالات حقيقية كي نتناولوها راه ماهوش كفر بواح. كنت نولوها عنا الحق نقيموه ومانيش باش نعملوا باساج اون فورس. كنت نولوها هات نطرحوها للنقاش العام ان ديبا بيبليك. بعد ثم الاليات كما قال لك الاستاذ بكري سي خاطر هو تقريبا مش ولي زميلنا. لا لا الربع محامي الربع مش ولي زميلنا يرضى علينا كما قال. لا ترضى عليكم، ترضى عليكم لا. دونك نرجعوا لهنا هو هنيك سي وسام عادي عادي. لا لا المحاماه راهي عائله كبيره وتقبل الناس الكل. اوكي اوكي سكر سكر بارونتيز سكر بارونتيز سكر ماكشيلا ماكشيلا باهي سكر بارونتيز سكروا البارونتيز. وبالتالي راهو تناولناها من زاويه انه هذا الخلل الموجود هذا كيفاش تعطاو معاه نتعالجوه. وراهو الشعوب تنتج الانظمه نتاعها، لانه الانظمه السياسيه والقوانين والدساتير هي انعكاس للواقع السياسي، للواقع الثقافي، للواقع الاجتماعي، للواقع الاقتصادي. يا سي وسام، سي وسام توا رئيس الحكومه قاعد يمارس في كامل صلاحياته، يمارس في كامل صلاحياته. والحاجه اللي ما تعرفهاش، الاستاذ باجي قايد سبسي رئيس الجمهوريه بكل الكاريزما اللي عنده واللي هو صنعها وكان وراء مجد حركه نداء تونس، لكنه رغم ذلك لا يتدخل وما يتدخلش في النشاط التعليمي. وانا ناكد لك سي طارق ما ثماش حتى تدخل. الحكومة احنا في نداء تونس نقول لك حاجة، نراسلوا ونتصلوا بالسيد رئيس الحكومة
لانه بكل وضوح انا نقولها لك بكل ترانسبارنس، نحبوا نحكموا، وكي نحكموا مش برنامج برك، نحبوا نحكموا بالاشخاص، وديما نطلبوا من السيد رئيس الحكومه باش يعين لنا عباد من حركه نداء تونس. ثماش وضوح اكثر منك؟ لانه الحكم يمارس بالافكار وبالاشخاص، ما نجمش استرق افكاري نحكم بها عبرك انت ولا عبد العزيز المزوغي، نحكم بها بالناس اللي شبهولي وبالناس اللي منتميلي وبالناس اللي كيف الناس اللي شفت يعني كيف الشخص اللي بعث لا ما خاطرش نكمل بعد خذ كلمه النوع هذاك معناها وعلى تعين هو الشخص اللي بعث بالاس ام اس من حقه تسمع البلاد تطمع فيها اسمعني البلاد تطمع فيها منصف المرزوقي ولا فيها رئيس جمهوريه من حق اي شخص انا نعتبر نكمل عاد نكمل عاد نكمل من غير تطيح مستوى لا لا هذا كلامي انا ونتبناه انا وقت يجي يقولوا لي مثلا راهو فلان ترشح نكمل عاد نكمل وقت يقولوا لي راهو فلان يحب يترشح يولي وزير ولا يحب يولي رئيس جمهوريه ولا يبعثونا خاطر برشا عباد يبعثونا ولا يحب يولي نقول لهم راهي البلاد هذه كثرت فيها الطمعيه من نهار اللي منصف مرزوق شد فيها رئيس حق اي واحد يسمع فيها شكرا هذا تقييمي الخاص شكرا شكرا لا لا هذا تقييمي شكرا شكرا سي احمد سويب هذا تقييمي راه مش جديد سي وسام من فضلك سي احمد سويب نقطتين بعجاله انا خاصه للمشاهد نحب نقول له اللي النظام السياسي وخاصة الجزء الأهم اللي النظام الدستوري راهو عبارة على ماكينة معقدة جدا نقولوا سيارة مضخمة وفيها برشا جزئيات راهو ينجم تكون ماكينة باهية أما لسوقها بقواعد وبتحفظات معينة تمشي بالقداء وما يجرى لها حتى ضرر وينجم يسيق يجي يسوقها واحد آخر يا ما يعرفش يحب يتسرع يعمل سرعة أكثر من تحملات المحرك تعمل مشاكل هذه على المبدا المساله الثانيه هل فما انحرافات دي ديريف فما دي ديريف اللي قال رئيس الجمهوريه بخصوص الهيئه الدستوريه هذايا والحال المحكمه الدستوريه اللي بتقلق برشا ما زالت الحال الهيئه الدستوريه فما اللي وضع وقتي وضع انتقالي وفما اللي زال ما توجدوش ملكي يكملوا هذو ايش نعملوا مساله هامه جدا حكايه رئيس الحكومه ايش عنده رئيس الحكومه هو يضبط السياسة العامة سطرتها توا السياسة العامة للدولة السياسة العامة للدولة وينفذها وثيقة كارتاج اسكو مش هي سياسة الدولة وتنفيذها كيف يعقل دستوريا نمو وثيقة كارتاج ليكتور اون اي دو سون رئيس الحكومة اللي هو يحدد ويسعى لتنفيذها هذا بالنسبة لي انا سيت اون فيولاسيون ديريكت فرونتال سبستانسيال ولا ليميت سكاندالوز نتاع الدستور خرق خرق نعاود خرق ضبط سياسة خرق فاحش ثقيل للدستور وانحراف به وابعاد مشير ومخالف للدستور اول واحد يحضر في وثيقه كارتاج اللي هي بالضبط سياسه الدوله ولا وثيقه كارتاج كيسكو سي هاو جبتها وثيقه كارتاج هي باش تعملها الدوله والحكومه اذا كان لو كونسيبتور حسب الدستور وليكزيكيتور تو ليكزيكيتور برك تعيد له فما بالك هو واضعها واضعها غير موجود اذا كان هذا يسميه احتراما للدستور نعاود نقرا سمير محفوظ نرجع لك هل هذا خرق للدستور وثيقه كارتاج هل هو خرق للدستور كيف عدم حضوره كيفاش عدم حضور رئيس الحكومه بخصوص وثيقه كارتاج اللي هي تضبط سياسه الدوله اي لا يمثل هذا خرقا واضحا وفاحشا ومباشر للفصل 91 يضبط رئيس الحكومه السياسه العامه للدوله ويسر على تنفيذها اللهم نعتبر وثيقة كارتاج ليست سياسة الدولة وقتها يولي مش خرق للدستور أني رجع أني رجع وقفة وقفة صغيرة وقفة صغيرة وبعد نرجع معكم في من تونس ونوصلوا للنقاش هذا نرجع لك سي فصل 91 أني رجع أني رجع أني رجع 91 أني رجع وثيقة كارتاج